أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا انه هو المستعمل ما يجوز ان يعني يتوضأ ويتطهر، لكن اليس هنا قال يكره؟ يعني الكراهه ولا لا لا لا، رجع الى ما كان عليه. المستعمل في فرض الطهاره غير طهور. عرفت كيف؟ ما جاءك الخبر والمستعمل في فرض الطهاره قيل ونفلها غير طهور في الجديد. ها هذا الخبر. طيب قال غير طهور في الجديد، اما القديم فلا يعتبر المستعمل غير طاهر. هذا قول القديم يوافق مذهب الامام مالك. قول الامام مالك ما عنده، الامام مالك ما عنده مستعمل غير مستعمل، كله سواء. شيخنا اذا اختلط المستعمل بالفرض يعني في فرض الطهاره من غير ما يسمى، اذا اختلط الاثنان وهو والاكثر اللي هو النفل، مستعمل في النفل يعني قصدك هو اذا لم يبلغ قلتين فهو غير ما يصير غير طهور، لكن اذا بلغ قلتين ارتفع الحرج خلاص. سواء كان مستعملا او غير مستعمل، لا اذا كان فيه مستعمل وقل من قلتين هي فيه قليل ولا كثير، زاد عن القلتين خلاص. اما صار قلتين فما فوق ارتفع الحرج خلاص، حتى ولو كان نعم حتى لو كان كله مستعمل في الفرض يرجع الى الطهاره كاملا، لكن ما دام اقل من قلتين خلاص كونه مخلوط من هذا وهذا ما ينفع. ولو كان قليلا ما هو كذا، ولو كان قليلا. شيخ مثلا الماء اقل من قلتين ثم وقع قطره او قطرتين من غسل الفرض، الماء اقل من قلتين اقترف منه لكن سقط قطره او قطرتين، قطرتين ما ينضر ما يعتبر مستعمل ولو اقل من قلتين. لكن اذا قد يعني وقع فيه كميه مما تستعمله راح يكون مستعمل، ولذلك يقول اذا عندك ماء قليل وانت تغتسل فتأتي بالماء على يدك بنية غسل الجنابة، طيب ثم تدخل يدك فيه، لأن إذا أدخلت يدك فيه بنية غسل الجنابة، الجنابة ما في ترتيب، فأول غرفة يرتفع الجنابة عن يدك والباقي مستعمل فلا يرفع الجنابة. إذا كان بنية حينما غرفة أولى ما تغتسل من الجنابة. إذا بنية، إذا ما بنية مثل إيش؟ نية الغرف، مثل في الماء فارة طلعوا فارة، مو فارة، هذه فارة، فارة مسك. مسك لأن قطراتها لا يضر، قطرات ما يضر. طيب بخلاف النجس، لو كان قطرات النجس كان انتهى الأمر. طيب ها الآن بدأ يقول فإن جمع قلتين، يعني جمع من الماء المستعمل في الفرض لفرض الطهارة وكذا النفل عن القول الثاني فبلغ قلتين فطهور في الأصح، فطهور في الأصح. قال في الأصح لأن الماء النجس لو جمع حتى بلغ قلتين عاد طهورا قطعا، فالمستعمل أولى.
والثاني لا يعود طهورا لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه، وهذا اختيار ابن سريج. هذا قول ابن سريج هنا شديد، دائما ابن سريج مسهل وفي هنا سوى نفسه براحة براس الجبل. ماء النجيس إذا استمع وصار قلتين فأكثر ولم يبقى فيه التغير يرجع إلى طهور. يقول لا، هذا الماء لما استعمل صار فيه صفة ذاتية مثل ماء الورد. ماء الورد لو راحت الرائحة وبقي ماء صافي ما يصير، فشباهه بيش بالماء ماء الورد وأمثاله. فطهور في الأصح. قال الآن يأتي إلى بيان كمية الماء، أي أن الكمية تؤثر، إن كان كثيرا فله حكم وإن كان قليلا فله حكم آخر. فيقول ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس، ملاقات نجس ما دام بلغ الماء قلتين. كم مقدار القلتين بالوزن الحالي؟ 160 لتر. هاية كم؟ هاية 70؟ لا ولا 170 لتر. 390 لتر تقريبا. 192 لتر. يعني البرميل يعني وعلى حساب أهل الشام 200 لتر. نعم، إذن 192 لتر. إذن جمع في مكان فهي قلتان. ما دام بلغ قلتين بهذا المقدار، طيب يقول لا تنجس بملاقات نجس. ملاقات ما ينجسه، مجرد الملاقات إلا التغير، إلا التغير. فإذا الماء الكثير القلتين فيما فوق دخل فيه نجاسة، ماتت فيه فارة أو دجاجة، لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير به.